قال ما منعك ألا تسجد؟ حينما ألقى الله الأمر على الملائكة أن اسجدوا لآدم كان إبليس في محضر هذا الخطاب، ليس ذلك معناه أنه كان من الملائكة، وكنا قد قلنا أن المعية في الخطاب إما أن تكون لإبليس باعتباره قد فاق الملائكة لأنه أطاع الله وهو مختار أن يطيع وأن يعصي، فكانت منزلته في الملائكة منزلة عالية، فإذا توجه الأمر للملائكة فكان يجب أن يكون صاحب المنزلة العالية أولى بالالتزام، وإن كانت الملائكة أرفع من إبليس بأصل الجبلة والخلقة فكان من الواجب إذا كان دونه وهو في محضرهم أن حين يوجه أمر إلى الأعلى أن يشمل الأدنى. النص القرآني حينما لم يسجد إبليس قال له ربه ما منعك أن لا تسجد. إذا أردنا أن نحلل هذا النص، ما منعك أي حجزك أن لا تسجد، منعك من أن لا تسجد ولا منعك من أن تسجد؟ يبقى منعك من أن تسجد، إنما منعك أن لا تسجد إذا كان قد منعه أن لا يسجد يبقى سجد. في سورة صاد ما منعك أن تسجد، يبقى القرآن أورد أسلوبين، أسلوب على وجود الله النافية وأسلوب على عدم وجود لا النافية. ما منعك أن تسجد كلام سليم واضح، ما حجزك عن السجود؟ إيه اللي منعك من السجود؟ لكن ما منعك ألا تسجد هي اللي عايزة واقفة. لذلك قال العلماء إن لا هنا زائدة، والمؤدب منهم قال لا صلة. نقول له صلة يعني إيه وزائدة يعني إيه؟ الذي نفعه والذي نفعه. نقول له أنت لم تفطن إلى مادة منع تأتي لأي معنى. منعت فلانا أن يفعل كأنه كان يهم أن يفعل فمنعته. يبقى إذا ما منعك أن تسجد كأن كان عنده تهيؤ للسجود فجاءت قوة أقوى منه ومنعته من أن يسجد، كلام سليم. طب وعلى تقدير الله؟ قال لك لأن المنع إما أن يكون قهر بالفعل عن منعه، وإما أن يكون هو مش عايز يسجد فأقنعه الخصم أن لا يسجد. يبقى منع تأتي لمنع الفعل وتأتي للإقناع بأن يمتنع هو عن الفعل، وفيه فرق بين ممنوع وممتنع. ممنوع في منعك أن لا تسجد، كان يريد أن يسجد فمنع، هذا يبقى ممنوع خلاص كده. الممتنع ده يبقى ايه يعني؟ قال لك الممتنع مش يبقى قهر له انه، ام قال لك ده هو اقنع وهو اللي امتنع، محدش حاش كده. يبقى كأنه ما قهرك ان لا تسجد، او من ارغمك ان لا تسجد، او من اقنعك ان لا تسجد. يبقى اذا منع تأتي بمعنيين اثنين، يا منع من السجود وهو كان يريد ان يسجد فمنع، واحد شده كده يقول له ما تسجدش، او هم ما شدوش ولا حاجه بس اقنعه قال له انت هتسجد ليه؟ الحكايه كده كده كده، ام هو امتنع من ايه؟ من نفسه. يبقى من ارغمك او من قهرك ان لا تسجد، او ان كان المنع من النوع الثاني يبقى ما منعك ان تسجد يعني حجز بينك وبين الايه؟ ويبقى لا فيها زيادة ولا فيها صلة، ويبقى الأسلوب جاء في صورة ليؤكد المعنى الأول وفي صورة أخرى ليؤكد المعنى الثاني، وهذا هو السبب في وجود التكرار في القرآن. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. طب هو أمره ولا أمر الملائكة؟ هو أمر الملائكة وكان داخلا فيه إما بطريق العلو وإما بطريق الدنو. قال في الرد انا خير منه. وهل هو سألك انت هو بالنسبة له ايه ده؟ هو بقول ما منعك، كان يقول له ما منعك، يقول له ايه الشيء الفلاني اللي منعني؟
يبقى منعت قهرا عني او منعت باقناعي. اقنعوني فامتنعت، اواني كنت عايز اسجد وهم شدوني ما خلونيش اسجد. يبقى الجواب ايه؟ ما منعك ان يقول له دي؟ لكن قال انا خير منه. فكأن المسألة دارت في ذهني ليوجد حيثية لعدم السجود. قال انا خير منه، ولا يصح في عرفه هو ان يسجد الاعلى للايه؟ للادنى. ما دام انا خير منه يبقى هو اعلى منه، انا اعلى منه، ما يصحش انني اسجد. واعلى منه لماذا؟ قال لانه في ايات اخرى ايه؟ قال له انا خلقته من طين وخلقتني من نار، فكأن النار لها علو الايه؟ نقول له لا، ما تفتكرش ان الاجناس حين تختلف هناك جنس اعلى من جنس. ما دام كل جنس له دوره يبقى ما فيش جنس افضل من ايه؟ ما فيش جنس. النار لها مهمة، وهل النار تهدي مهمة الطين؟ ابقى ما نقدر ناخد من النار زرع وضرع ومش عارف، ما نقدرش ابدا. نقدر ناخد من الزرع والضرع حراره وضوء؟ لا ابدا. يبقى ده له مهمه وده له ايه؟ اذا فالخيريه لا تتاتى في امرين، كل امر يؤدي. ولذلك ما تقولش ده خير من ده، انما تقول ايه؟ ان عمل ده احسن ايه؟ احسن من عمل ده. فكل شيء في الوجود حين يوضع في منزلته المراده منه يكون خير، ما يبقاش في حاجه خير ايه؟ ولذلك احنا شبهنا، ما نجيش نقول لعود حديد ان ده عود مستقيم ونقول للخطاف ان ده عود اعوج، لان مهمه الخطاف في انه يبقى اعوج، يبقى عوجه فيه فضيلته، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا كل واحد له ايه؟ فتقسيمك ان انت خير او ده خير يبقى مش صح. الخيريه انما تتاتى في متساوي المهمه، وبعدين ده يؤدي اكثر او لا يؤدي ايه؟ اكثر. ولكنه قال انا خير من لغريزه، للمعانده، للكبر، للكفر، لانه اعرض عن امر الله وعدل مراد الله في ايه؟ في امره. وقال له كانه يخطئ الحق في امره، يقول له انا خير منه فكيف تامر الاعلى بان يسجد للادنى؟ يبقى بيرد الامر على الامر ولا لا؟ يبقى معانده، ويبقى فيه كبر، ويبقى فيه ايه؟ ويبقى فيه كفر، ويبقى فيه افتخار انه هو كذا، وفيه ازدراء لمين؟ وفيه ازدراء لايه؟ لآدم. قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. نقوم نقول له النار مش خير من الطين، ولا الطين خير من النار. قس ده بمهمته وده بايه؟ وبهمته. ولذلك اياكم ان تقولوا ان عامل احسن من عامل، لا، نقول ان عمل احسن من ايه؟ من عمل. انما عمل انما واحد بذاته نقول له لا يا سيدي، اللي يتقن عمله في ذاته يبقى احسن. نعم. انا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. فما كان جزاء الحق سبحانه وتعالى الا ان قال له فاهبط منها. قال اهبط منها. قال له ايه الحق؟ اهبط منها. اهبط. الهبوط يستدعي الانتقال من منزلة عالية الى منزلة اقل. دي اللي خلت العلماء يقول لك ده الجنة اللي كانت مرادة بعالية وفي السماء ومش عارف ايه. نقول له لا، الهبوط ما يستدعيش ان لازم يكون هبوط مكان. يمكن يكون مش هبوط مكان، يبقى هبوط مكانة. في فرق بين هبوط المكان وهبوط. طيب ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال لبني اسرائيل، قال لهم اهبطوا مصر، وهم كانوا في الحته دي وقال لهم اهبطوا مصر، هينزلوا لمصر ولا هي في الساحه؟ طيب الله قال لنوح، قلنا يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم من معك، يعني اهبط من السفينه. يبقى اذا ماده الهبوط لا تفيد النزول من مكان اعلى الى مكان ايه؟ ادنى، انما تقول من مكان او ايه؟ او مكانه. قال فاهبط منها. ليه؟ والمكان ليه ينزل المكان؟ قال له لأنه لم يعد أهلا لأن يكون في محضر الملائكة، لأنه إنما كان في محضر الملائكة لأنه ألزم نفسه بالطاعة وهو مخلوق على أن يكون مختار أن يطيع وأن، فلما تخلت عنه الصفة يبقى ما هوش أهل لأن يكون في هذا المقام، لأن الملائكة والمكان بتاعهم دول لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال اهبط منها. طيب قال فاهبط منها فما يكون لك، اي ما ينبغي لك ان تتكبر فيها.
والامتناع عن امر من المعبود وجهه للعابد لون من الكبرياء على الامر. ودول جماعة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فما دمت انت اهل استكبار عن هذه المكانة فلست اهلا لانت ايه. فكأن العمل هو الذي اهله ان يكون في العلو، فلما انتقض عنه العمل كان اهلا. يبقى اذا مش الذاتية، مش الذاتية. ما يقولش بقى اذا دي تهبط كلامه في انه من نار ومن ايه ومن طين. يبقى انت من نار او من طين، نشوفك هتؤدي مهمتك ولا ما تؤديهاش. ادي المقياس اللي توزن ايه اللي توزن بيه. ولذلك من حكمة الحق انه يأتي الجن واخد صورة القدرة على اشياء لا يقدر عليها الانس، سرعة واختراق حواجز وتغلبا على اسباب. يعني صح ان الجن ينفد من الجدار، يصح ان الجن ينفد من الجسم كده ايه يجري من ابن ادم مجرى الايه الدم زي الميكروب كده ما ينزل في يصح. قال لك ايه، ولان دي طبيعه النار، طبيعه الماده اللي هو خلق منها النار، وهي انها يعني تتعدى الحواجز. احنا ضربنا مثل وقلنا لو انك جالس في مكان سواء كان خلفك جدار ووراء الجدار تفاحه، هل تتعدى التفاحة بشكلها ولونها وطعمها إليك؟ طب إذا كان فيها قطعة نار وراء الجدار تتعدى. يبقى هو يصح أن ينفذ من الإيه؟ لأنه بلغ من اللطف والشفافية أنه إيه؟ أنه يقدر ينفذ من الحكاية دي. لكن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يعطي للجن ذاته مثلا، فقال له لا تعتقد أن العنصرية بتاعتك هي اللي ادتك التميز ده، مش العنصرية، وإنما هي إرادة المعنصر، بدليل إنه هو يخليك أدنى من الأول، ويخلي واحد إنسي يعرف شوية كلام كده زي اللي كانوا يام سيدنا سليمان، ويسكرك ويخليك تخدمه، ويحضرك كده ويخليك تخدمه وتبقى خدام. وبدليل إن في مجلس سليمان خلى الذي عنده علم من الكتاب جاء بقوة أعلى من مين؟ أعلى من، مش من الجن، من عفريت من الجن. احنا قلنا كلمة قال عفريت من الجن يدل على ان الجن برضو فيهم نصحين وفيهم خايبين لبلبخ. فمش اللي تكلم الجن العادي بقانونه ده، تكلم ناصح وعفريت من الجن. ومع ذلك جاء الذي عنده علم من الكتاب فتسامى فوقه في الزمن. دكها قال له ايه؟ قال له انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. مقامه دي بيقعد ساعة، بيقعد ساعتين، يعني عدد زمن. أم اللي عنده علم من الكتاب وهو إنسي راح اتخذ قانون أعلى، قال له الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قبل أن يرتد إليك طرفك، ده ساعة ما هو يقول أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يكون طرفه ارتد كم مرة؟ ده قبل ما يخلص الكلمة يكون طرفه ارتد. ولذلك شوف عبارة القرآن، قال فلما رآه مستقرا عنده، المسألة ما تتحملش، فلما رآه مستقرا عنده وعلى طول كده. يبقى إذن الحق يقول للمخلوقين من العناصر إياكم أن تفهموا أن تميزكم بعناصركم، ولكنني أقدر بطلاقة قدرتي أن أجعل الأدنى يتحكم في الأعلى. مش عناصر هي، إنما إرادة من عنصرها. نعم. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. كلمة فاخرج تدل على إن الهبوط أمر معنوي. كلمة فاخرج تدل على أن الهبوط هنا إيه؟ يعني لست أهلا لهذه المنزلة ولا لتلك المكانة. أدي فاهبط وبعدين اخرج، أدي مناسبة المكان. يبقى اخرج جابت المكان، وهبط جابت الإيه؟ المكينة، المكانة. فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. الصغار قلنا الذل والهوان، وما دام قابل الأمر باستكبار يبقى لازم يجازى بالصغار. ما دام استعلى واستكبر يبقى لازم يجازى، وعامل بضد إيه؟ بضد مقصده. والمعاملة بضد المقصد لون من التأديب والتهذيب والتعذيب. انت لما تيجي تقول ايه ان الذي يقتل قتيلا يحرم من ميراثه، هو قتله ليه؟
ده علشان يعجل الميراث. يقول له والله ما دام قتلت عشان تعجل الميراث ان شاء الله نحرمك منه، تبقى انت محجوب بالقتل. فاخرج انك من الصاغرين. قال انظرني الى يوم يبعثون. انظرني الى يوم، انظره من ايه؟ ايه اللي ده؟ هو قال له بس اخرج انك من الصاغرين. انظرني عن ايه؟ يعني ما اخرجش، لازم فهم انظرني يعني ما تموتنيش بسرعه، ما تخلينيش اخد اجل قريب. بدليل قال له انك من المنظرين الى ايه؟ يبقى اذا الانذار وطلب الامهال وعدم التعجيل بالموت ليه؟ علشان يشفي غليله من بني ادم وآدم. لان ما دام جاله الصغار والذله والطرد والهبوط من المكانه دي بسبب مين؟ بسبب ادم. لان فيبقى عصى، يقول لك لازم اجتهد في ان اولاد ادم كلهم يكونوا ايه؟ يكونوا عصيين وحرين. مش معنى اللي هبقى عاصي لوحدي إيه؟ قال انظرني يعني امهلني، اجل وقت موتي الى يوم يبعثون. الله، شوف بقى برضو ابليس في الطلب، قال يعني علشان ينفد من الموت خالص كده، ما دام هيأجله ان يبقيه حيا الى يوم البعث الذي يبعث فيه من مات، يبقى عدى مرحلة الموت ولا لا؟ طب ده ربنا بيقول كل نفس ذائقة الموت. قال له لا، احنا نأجلك، احنا نأجلك نأجلك بس الى ايه؟ الى يوم الوقت المعلوم. طب ما قالوش لي الى كذا كذا؟ قال لك لا، لو اعلمه بالى كذا لعلم كل انسان اجله، والله ستر مسألة الاجل. فقال له لا، احنا نؤجلك كده الى اجل معلوم عندنا، انما مش هقوله لك انت. ليه؟ لانني لو قلت لك يبقى خرجنا عن القاعدة في ان الاجل ايه؟ يبقى نعرف. ام قال لك طب وايه يعني لما ينعرف؟ لما ينعرف يعني ايه؟ ام قال لك ما هو الاجل له نعرف، يقعد الواحد يعصي المدة الطويلة وبعدين قبل ما يجي كده يبقى يطيع. ولكن الله اراد بابهام زمان الموت ان يشيع زمانه في كل وقت، علشان كل واحد ينتظر انه ايه؟ انه يموت. قال انظرني الى يوم يبعثون. قال انك من المنظرين، من المنظرين وفي آية تانية الى ايه؟ وقت الايه؟ المعلوم. قالوا الوقت المعلوم هو النفخة الاولى، ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الارض الا من، ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام. هو كان عايز في النفخة التانية، قال له ربنا الى وقت المعلوم. اخر الوقت المعلوم ده لابد ان يكون يا قبل النفخة الاولى. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. بما اغويتني، الاغواء ايه؟ الإغواء إغراء بالمعصية، ومن الإغواء الإهلاك، فسوف يلقون إيه؟ غاية. إذن لازم نشوف العبارة، بما أغويتني أي بإغوائك يا الله لي هعمل كذا وكذا، فأنسب الإغواء لمين؟ لله. نقول له هل ربنا بيغوي ولا بيهدي؟ ده ربنا بيهدي دلالة وتمكينا، هداية دلالة وهداية تمكين. أم قال لك لأنه لو كان خلقه مرغما كالملائكة يبقى ما كانش زل الزلة دي، يبقى بخلقه إياه مختارا اداله فرصة إنه إيه؟ إنه يطيع ويعصي، ما كنت تنهيها وإيه؟ وتخلقني مكفور، يبقى أنت اللي جبت لي الإيه؟ فكونه أعطاه السبب مش يبقى إيه؟ أعطاه السبب، ولكن هل أعطاك السبب لتغوى فقط ولا ولتهتدي أيضا؟ يبقى أنت اخترت الإيه؟ الإغواء. يبقى فيها بما أغويتني عايز يدخلها حتى على ربنا. نقول له لا، أي حالك أنت بقى ربنا ما أغواش، لأن الحق سبحانه وتعالى لا يغوي وإنما يهدي. أمال إيه؟ أم قال لك لأن الله لو خلقه مرغما مقهورا ما أعطاه فرصة أن يختار كذا أو يختار كذا. قال له لا، الحكافة بما أغويتني، يبقى أنت اللي قول له لا، مش أنت بتقعدش إيه؟ أنا خلقتك على هيئة تفعل ولا تفعل، أنت اخترت إيه؟ أن لا تفعل، يبقى أنت عيب، يبقى مش أنا بقى. فبما أغويتني
لأقعدن لهم صراط، لأقعدن لهم اللي مفهوم من العبارة اللي هم من بقى بني آدم، ما دام قال له انظرني يعني مش ضروري ايه في ادم يبقى في مين؟ في ولاد. لاقعدن لهم صراطك المستقيم. اقعدن لهم صراطك، القعود لون من الوان حركه الجسم الفاعل المتحرك يعني الحساس اللي بيفعل، لانه اما ان يكون قائما واما ان يكون قاعدا واما ان يكون مضطجع النائم. أريح الحالات هي إيه؟ وأتعب الحالات هي إيه؟ أريح الحالات بيكون نائم مضطجع. ليه؟ قال لك لأنه لما يبقى مضطجع ما فيش حاجة من جسمه شايلة إلا الأقل، ولما يبقى قاعد يبقى أقل شوية، ولما يبقى واقف يبقى جسمه وقدميه البسيطين دول شايلين الإيه؟ ولذلك يقول لك اقعد ارتاح. قاعد تعبان يقول لك اضطجع شويه كده ايه ارتاح. طب هو اختار ليه لاقعدن؟ قال لك علشان يبقى قاعد مطمن، مش واقف عشان يقول وقف متعب من الوقفه ولا بتاع، ده قاعد كده. فاقعدوا لهم كل مرصد، مش يوقفهم. قال لك لما تقعدش تتعب نفسك بالفلس، اقعد كده وساعه ما تيجي المساله ايه انهضوا يبقى انت اقرب الى الايه الى الوقوف. ما قالوش الحكايه الثانيه دي، قال لك لانها دي يمكن تدي مساله التراخي والنوم والمش عارف الايه، فهو خلاها بين ايه حالتين، تحفظ له ايه قوته وتبقي له ايه انتباهه. لاقعدن لهم صراطك الايه المستقيم. اقعدن لهم صراطك المستقيم. اما قال لك نعم، لانه ما دام الشيطان هيغوي وهيضل الغير يبقى يغوي من يكون في طريق الهدايه. طب واللي هو غاوي بطبيعته وضل بطبيعته ده يبقى يريد الشيطان؟ ما يريدهوش الشيطان، ما استريح من ناحيته خلاص، انما يروح لمين؟ وتلك ظاهره تحدث للناس حينما يشدون في الطاعه. يبتدي شاب يكون كويس كده ويقعد بقى يطيع ربنا وبيقرا قران ومش عارف ايه وملتزم، يبتدي الشيطان ايه يخايله. ويبتدي الواحد اللي بيحب الصلاه يبتدي الشيطان يخايله ويجيب له اشياء تصرفه عن ايه عن الصلاه. ليه؟ قال لك لان الشيطان بيتلصص على دينك، وما دام بيتلصص يبقى زي اللص. اللص زي ما قلنا لا يحوم حول بيت خرب، انما يحوم اللص حول بيت ايه عامر بالخير. احنا بقى بنلاحظ المساله دي في كل الناس لما يجوا يصلوا يقول لك ايه، انا يا اخي كل ما صلي هيجيني الوسواس ويشككني في الصلاه ويشككني مش عارف ايه وشقين. يقول له ايوه صح، ده لما يجي لك الوسواس دي اعتبرها ظاهره صحيه في الايمان. دي ظاهره صحيه، معنى ذلك ان الشيطان في ان عملك ده مقبول، ولو ما جاش يفسده عليك ويبقى فلو كانت هي فاسده من اولها ايه؟ طب اقف كده صلي بلا وضوء ولا يجرح ده يبقى الله، يبقى اذا جاي عشان يفسد ايه؟ يفسد عليك الطاعه. وما دام يفسد عليك الطاعه، طب ربنا قال ايه؟ ولذلك ربنا قال واما ينزغنك من الشيطان نزغ، اعمل ايه؟ استعذ بالله. ليه؟ لان الله خلقك وخلقه، وان كنت لا تستطيع دفعه لانه يجري منك مجرى الدم وينفذ اليك بالخواطر والمواجيد التي لا تضبطها وياتي اليك من بمهم الاشياء في وقت الصلاه، يعني الشيء اللي ما كنتش فاكره ابدا اعقد المسائل يجيبها لك وانت بتايه وانت بتصلي. يقول له ايوه، لانه قال لاقعدن لهم صراطك المستقيم، مش هقعد على الطريق المنحرف. ما بيقعدش في الخماره، انما يقعد على ابواب المساجد او في المساجد علشان يفسد للناس ايه عمل. فما الحال في دي نعمل ايه؟ قال لك اما ينزغنك من الشيطان نزغ ايه فاستعذ بالله. معنى استعذ التجئ منه الى الله، لأن الذي أعطاه الخاصية في أن يتغلغل فيك وفي دمك وفي خواطرك هو القادر على إيه؟ على منع. ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقولها كده بفزعة ونترة، ولو كنت تقرأ القرآن تقرأ كده تقول إن شاء الله بتقول الحمد لله رب العالمين وجالك الخطر اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقولها كده بشكل يعني الله. فإذا قلت هذا يبقى كأنك نبهته إلى أنك أدركت النزغة دي جاية منين.
مرة واثنين وثلاثة يقول لك لا ده مرؤوم ده ما عرفش ينفع، نشوف واحد تاني لبكة بقى نروح خلاص. ولذلك احنا حكينا زمان وقلنا ان الامام ابا حنيفة كان قد شهر عنه الفتية، كل ما يسأل في مسألة يفتي فيها. فواحد راح له ضاع منه مال في الارض كان دفنه ولا عرفش مكانه، طب ودي تبقى في العلم دي بالله، طب فين كتاب دين اللي ايه دي ماهيش في العلم، انما الراجل يكمنه قال له ابو حنيفه، كل الواحد ما يساله عن حاجه يقول تنوا بقى ابو حنيفه. قال له يا بني ليس في ذلك شيء من العلم، من لاقيهاش لا باب الوضوء ولا باب ما لاقيهاش دي، ولكني احتال لك اذا جاء الليل فقم بين يدي ربك مصليا هذه الليله لعل الله سبحانه وتعالى يبعث لك جندي من جنوده يقول لك على الحكايه دي. ده الكلام ده في صلاه العشاء، بينما هو في صلاة الفجر إذا بالرجل يقبل ضاحكا مبتسما قال يا إمام لقد وجدت المال. فضحك أبو حنيفة وقال والله لقد علمت أن الشيطان لا يدعك تتم ليلتك مع ربك وسيأتي ليخبرك، فهلا أتممتها شكرا لله. ساعة ما لقاه بقى بيصلي كده ومش بقول قال لي والله يلا إذن فأقعدن لهم صراطك الإيه، عرف كيف يقعد وعرف كيف يقسم، لانه في ايه ثانيه يقول بعزتك لاغوينهم اجمعين. بعزتك عرف يجيب القسم اللي يعينه على مهمته، ما قالش بالله لاغوينهم، قال بعزتك. عزتك يعني ايه؟ يعني امتناعك عن خلقك وعدم حاجتك لهم، لانك لو تريدهم ما استطعت ان اخذهم، انما انت سايب اللي يؤمن يؤمن واللي ايه واللي يكفر يكفر. فمن هذا الباب ايه انا ايه ادخل بعزتك لأغوينهم اجمعين. ولذلك استدرك على نفسه قال له الا عبادك منهم المخلصين. يبقى معناها الذي يريده الله مهديا لا يستطيع الشيطان ان ايه، يبقى الشيطان ما بينهدش ربنا انما يناهض خلق الله، ما بيدخلش مع ربنا في معركة انما بيدخل مع مين، مع خلقه في ايه، في معركة، وبيدخل في معركة ملوش فيها حجة ولا قوة، لان الذي يغلب في المعارك اما ان يرغمك على الفعل زي ما قلنا واما ان يقنعك لتفعل انت. يغلبك ازاي؟ يا يرغمك انك تفعل يا يقنعك انك انت تفعل بدون ارغام. وهل يملك ابليس واحدا من هذه؟ ولذلك هناك هيجي في الآخرة يقول إيه، إن ما كانش لي عليكم من سلطان، أنا ما كانش لي عليكم إيه سلطان. والسلطان قسمان، سلطان يقهر وسلطان إيه يقنع. يبقى سلطان يقهر بالقوة والقدرة، وسلطان يقنع إنك أنت تعمل ده إذا كان عنده حجة. يبقى قال له وما كان لي عليكم من سلطان، يعني لا عند الحجه ولا عند الايقون، امال ايه الحكايه اللي بينه وبين؟ قال ما كان عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، بس انا شغرت لكم كده فانتوا ايه، انتوا جيتم. والى لقاء اخر ان شاء الله.